أسعدتم مساء مشاهدينا أينما كنتم، أهلا بكم إلى عدد هذا المساء من برنامج كل شيء عن وباء كورونا، وتتابعون فيه قراءة في آخر المعطيات بشأن الحالة الوبائية في المغرب من حيث الأرقام والمؤشرات، مع الدكتور معاد المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة. على أن نستضيف في وقت لاحق من زمن هذه الحصة السيدة نعيمة تشيش رئيسة قسم الصحة والسلامة في العمل بوزارة الشغل والإدماج المهني، لتحدثنا عن خطة الوزارة لرفع الحجر الصحي ومحورية دور طب الشغل في المرحلة المقبلة. وفي الجزء الثاني من هذه الحلقة نفرد حيزا زمنيا للحديث عن الوضع الوبائي وجهود احتواء الوباء في إفريقيا وتحديدا في غينيا كوناكري، حيث سيكون معنا سيد قطب سانو الوزير المكلف بالشؤون الدبلوماسية والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية. أهلا بكم من جديد. والبداية بجديد الحالة الوبائية في المغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة الأخيرة إلى حدود الساعة 6 من مساء يومه الاثنين. سجلت 26 حالة جديدة لمرض كوفيد 19، ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلى 7833 حالة. سجلت هذه الحالات 26 بكل من جهة الدار البيضاء سطات ب 15 حالة، جهة مراكش أسفي بحالتين بمدينة مراكش، جهة طنجة تطوان الحسيمة 4 حالات، حالتين بطنجة وحالتين بالعرائش، جهة بني ملال خنيفرة 4 حالات بمدينة بني ملال، وحالة واحدة بجهة قلميم ودنون إقليم سيدي إفني. وهكذا تصبح نسبة المرضى في بلادنا هي 21.6 لكل 100,000 نسمة. بالنسبة للحالات التي تم استثناؤها مخبريا من المرض تساوي اليوم 12,389، وبالتالي في اليوم ولله الحمد تجاوزنا عتبة 10,000 تحليل في اليوم، وهذا الهدف كان مسطرا في إطار الخطة الوطنية للترصد والاستجابة لمرض كوفيد 19. منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة الدكتور معاد المرابط أعلن عن شفاء 434 مصابا شفاء تاما، ما يرفع معدل التعافي إلى 75%، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الحالات النشطة التي ما تزال تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة، تراجعها إلى 1735 حالة نشطة، في المقابل لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات في 205 حالات وفاة. لم تسجل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، ويبقى عدد حالات الوفيات مستقرا في 205 ديال الحالات، ويستقر دائما معدل الفتك في 2.6، وهو أقل بكثير من المعدل العالمي الذي يبلغ على الساعة 6 من مساء هذا اليوم 5.9%. سجلت ولله الحمد 434 حالة شفاء في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع ولله الحمد والشكر عدد المتعافين في بلادنا من هذا المرض إلى 5,893، يعني ثلاثة أرباع المرضى في بلادنا تعافوا
ولله الحمد والشكر. بينما يبلغ معدل التعافي على الصعيد العالمي في الساعة السادسة 45.5%. وهكذا فإن عدد الحالات النشطة حاليا تساوي 1735، وبالتالي فإن النسبة قد انخفضت إلى 4.8 لكل 100,000 نسمة. هذه الحالات النشطة الموجودة حاليا بمختلف مستشفيات المملكة معدل سنها 35 سنة، 61% منها رجال و 39% نساء. ويوجد فقط ولله الحمد دائما 13 حالة فقط بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، 6 بمدينة الدار البيضاء، 4 بمدينة طنجة، 2 بمدينة مراكش، وحالة واحدة بمدينة فاس. متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة. مساء الخير دكتور. مساء الخير الأخت الكريمة ومساء الخير المشاهدين الكرام. دكتور المرابط، هل انتقلنا من التحكم في الوباء إلى الانتصار الوشيك عليه، طبعا على ضوء الأرقام والمؤشرات المعلن عنها من جهة، وحتى نبرة الارتياح التي تتحدثون بها خلال الأيام القليلة الماضية؟ إن شاء الله هذا ما نتمناه جميعا. على كل حال، منذ أن دخل الوباء المغرب لم يستطع الانتصار علينا، ولكن لا نستطيع اليوم أن نقول بأننا قد انتصرنا عليه. كاين نحن غاديين إن شاء الله في طريق الانتصار على المرض. الأرقام تتحدث، الحالة الوبائية تتحسن بشكل كبير، لا من حيث عدد الحالات، لا من حيث نسبة التعافي، لا من حيث نسبة الفتك، لا من حيث الحالات النشطة، ولا من حيث معدل ومؤشر توالد الحالات، وكذلك الحالات الحرجة والخطيرة. ولله الحمد الأمور تسير بشكل مضطرد نحو التحسن أكثر فأكثر، لكن إذا كنا اليوم مطمئنين ومرتاحين لا يجب أن يصيبنا الغرور فنتراخى فتعود الأمور أو تسوء. لا بد في هذه المرحلة أن مع كل تحسن يجب أن نزيد من احتياطاتنا ونزيد من التزامنا لكي نسير بسرعة إن شاء الله في طريق التخلص من هذا المرض. طيب، سأفصل معكم دكتور في طبعا مجموع المعطيات المعلن عنها وخاصة المؤشرات. أبدأ بمعدل التعافي. اليوم عندنا 75% معدل شفاء في المغرب، وهو معدل رائد يعني عالميا. أعطيتونا اليوم المعدل العالمي اللي هو 45%. 3/4 المرضى راهم غادروا المستشفيات اليوم، وربع العدد فقط اللي مازالوا يعني كيتلقاو العلاج. كيفاش نقراو ونفهموا هاد نسبة التعافي المرتفعة؟ الحمد لله، نسبة التعافي المرتفعة تقرأ في إطار عام مع باقي المؤشرات، وهذا نتيجة لمجموعة من الأمور. هناك الأمور الاستراتيجية التي اتخذها المغرب، وهي بالخصوص حالة الطوارئ الصحية وما صاحبها من حجر صحي، ما صاحبها من ارتداء الكمامات، إلزامية ارتداء الكمامات. هذا كله أبعد كبار السن والناس الذين يعانون من هشاشة مناعية عن المرض اللي هو خطير عندهم. هذه مسألة الأولى. إذن هذه الإجراءات الكبرى، وحتى أن هذه الإجراءات الاستراتيجية منعت انتشار المرض. المسألة الأخرى هي مسألة وبائية محضة، هي التدبير الوبائي للمرض من خلال تدبير الحالات كحالات، وكذلك من خلال تدبير المخالطين. وتدبير المخالطين في المغرب نموذجي بكل المقاييس، لأن لو لم يكن تدبير يعني محكم للمخالطين لكانت الامور ستسوء بكل بساطه، لان المخالطين هما اللي غادي يكونوا حاملين للفيروس وغيكونوا يعني منتشرين بدون ان
نستطيع حصرها. والمسألة الثالثة هي مسألة طبية محضة، هي البروتوكول العلاجي اللي ولله الحمد في المغرب أثبت نجاعته وليس لدينا أي مشاكل عكس ما نسمعه في الدول الأخرى. تماما دكتور، أنا هذه اللي بغيت نركز عليها، يعني هذه النقطة، المسألة التشويش على استعمال الكلوروكين. وطبعا كانت هناك إفادات واضحة لوزير الصحة ولعدد طبعا من المتخصصين. إلى أي حد نضيف أو نعزز ما قلناه بشأن معدل التعافي أيضا بمعدل الإماتة المستقر في 2.6%، وهو ما يعزز قناعة نجاعة البروتوكول العلاجي دون مضاعفات جانبية أو مضاعفات خطيرة على الصحة. تماما الأخت الكريمة. على كل حال هذا اللغط الذي يصاحب واللغو الذي يصاحب الكلوروكين هذا مسألة كاينة في دول أخرى لا داعي لاستيرادها إلى بلادنا. احنا ما عندناش هذه المشكلة، احنا ما يمكنش نخليو شي حاجة اللي كنشوفوها بعينينا وكنلاحظوها وكل يلاحظها ونتبعوا دراسة معينة عليها واحد المجموعة ديال الملاحظات العلمية المبدئية، من بينها أن الدراسة أجروها أطباء قلب وشرايين ماشي أطباء أوبئة ولا أطباء ديال الأمراض التعفنية ولا حتى أطباء الجهاز التنفسي، وهذا أمر يعني غريب شيئا ما. على كل حال هذه الدراسة اللي كانت كذلك واللي أثرت هاد اللغط هو أن جمعات معطيات من مستشفيات مختلفة في دول مختلفة، كل مستشفى والبروتوكول اللي كيدير، كل مستشفى والمدة. دكتور، هي اعتمدت على الذكاء الصناعي يعني وليس على المعاينة المباشرة للحالات كما هو الشأن في المغرب. يعني انتم ربما سجلتوا ملاحظاتكم وطورتوا البروتوكول العلاجي بناء على المرضى اللي بين يديكم في مجموع المستشفيات ديال البلاد. وهذا ما يؤكده أطباؤنا في مختلف مستشفيات المملكة. المغرب عنده هيئة علمية فيها خيرة خبراء طب وخبراء الأوبئة وخبراء الفيرولوجيا واللي هما كيتكلفوا بشكل مباشر بالمرضى واللي ما عنده حتى على شي إشكالية مع هذا الدواء. بالعكس منذ استعمال هذا الدواء واختارها تكوني لاحظتي وجميع المشاهدين أنه الأمور تتحسن بشكل تدريجي. على كل حال إذا كانت هناك إشكالية في دولة معينة هذا شأنهم، ولكن احنا في المغرب والله الحمد ما عندناش هذا المشكل، وهذا كيعزو مجموعة من العلماء حتى خارج المغرب. يعني مجموعة من الدول قررت أن تستمر في هذا العلاج. كلنا كيعرف بروفيسور ديديرا أوتوا مقولته الشهيرة، هل هذا الدواء يقتل خارج مارسي ويشفي الناس هنايا في مارسي؟ يعني على كل حال هذا الدواء ما عندنا معاه حتى شي إشكالية وجميع وهو متتبع. على كل حال عندنا منظومة ديال اليقظة الدوائية المتعلقة بهذا الدواء، يعني أي آثار جانبية. دكتور عطفا على هذه الفكرة، واش المغرب يعني اختار الكلوروكين أو يعني يواصل طبعا الاعتماد على الكلوروكين لأن ليس هناك بديل متاح، أم هو اختيار الأفضل والأنجع والأسلم؟ هو اختيار لكل هذه الأسباب، اختيار لأنه هو الدواء المتوفر حاليا والذي أثبت نجاعته في مجموعة من المناطق، ما كاينش دواء آخر. الاختيار لأنه الدواء الذي أعطى أقل عدد من الآثار الجانبية مقارنة بأدوية جديدة وأدوية أخرى قديمة، على كل حال كان عندها آثار جانبية مهمة. وكذلك اختيار لأنه حتى هو في المتناول ومتوفر ومستعمل منذ عشرات السنين دون أدنى مشكلة، كيف تحول بين عشية وضحاها إلى دواء قاتل؟ هذا في بعض الدول هذا أمر غريب وعجيب جدا. إذا وكذلك هذا الاختيار راه اختيار من طرف الأطباء المغاربة، من طرف اللجنة العلمية اللي فيها العلماء ديالنا والخبراء ديالنا اللي كنعتزوا بهم وعندهم تجربة واسعة، وهما الذين قرروا
أن يستعمل المغرب الكلوروكين العلاجي. أريد أن أواصل من حيث انتهيتم، يعني سنعيد طبعا التأكيد ولو أن الأمر لا يحتاج إلى تأكيد بأن المغرب فعلا أبلى البلاء الحسن في هذا الامتحان الصعب. هناك دراسة أكدت على أن بلادنا في خط التماس مع منطقة النجاح في مواجهة كورونا والالتحاق بالمجموعة الرابعة. هناك أيضا مجلة علمية وصفت أداء المملكة بالنموذجي واعتبرت بأننا من بين أكثر البلدان ابتكارا في مجال مواجهة هذا الفيروس. كيف تتلقون طبعا كل هذه الإشادات والتنويهات بالعمل الذي تم بذله؟ طبعا الهدف الأساسي منذ أن بدأ العمل والاستعداد لهذا الفيروس قبل دخول المغرب كان هو هذا اللي سطرناه، هو أن الوباء ما خصوش يتحكم فينا نهائيا، خصنا حنا اللي نبقاو ديما حنا اللي متحكمين فيه، وهذا تم ولله الحمد. خصنا نخرجوا بأقل أضرار ممكنة، لا من حيث عدد الحالات ولا من حيث عدد الوفيات ولا من حيث عدد المضاعفات، لأن الوباء راه عنده بعض المرات بعض المضاعفات المزمنة على في بروس بيلمونير مثلا. إذا هذه الأمور كلها نجحت لحد الآن. طبعا دائما راه ما خصناش الغرور، عفوا الكلمة، دائما خصنا أكثر نزيدوا أكثر في الالتزام. هذا الأمر تم لأنه كان هناك تلاحم، كان هناك تعاون، كان هناك تواصل ما بين جميع المتدخلين، لا متدخلين استراتيجيين ولا متدخلين تقنيين. فأنا سأتكلم على المجال الصحي مثلا، هناك أمثلة كثيرة مثلا، هذا التلاحم والتعاون المستمر بين القطاعين المدني والعسكري، القطاع العام والخاص، الكل يشتغل من أجل مصلحة عليا للبلاد اللي لحد الآن ولله الحمد نحن ناجحون فيها. طيب دكتور، يعني أكدنا وأكد الجميع حتى من خارج المغرب على نجاعة الاستراتيجية الوطنية، لكن هل يفسر انحسار الوباء أيضا بأنه فقد الكثير من قوته وشراسته؟ علما أن منظمة الصحة العالمية واليوم فقط على لسان إحدى خبيراتها قالت بأنه أو بأن شدته لم تتغير، وضربت نموذجا لذلك بما يجري في البرازيل وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا على هذا السؤال المهم. على كل حال هناك مجموعة من الفرضيات ومجموعة من الاجتهادات ومجموعة من الأبحاث التي تخرج مرات يعني ومرة يقال بأنه فعلا في إفريقيا عموما، في قارتنا الإفريقية المرض هو أقل خطورة وأقل انتشارا من أوروبا مثلا ومن أمريكا اللاتينية بعض الدول. هذا ممكن أن نفسره بمجموعة من الأمور. أولا لأن المرض ابتدأ في أوروبا قبل إفريقيا، وبالتالي أعطيت لإفريقيا فرصة للاستعداد ولتهيئ لهذا المرض. المسألة الثانية هي أن أفريقيا أصلا لها خبرة في تدبير الأوبئة بشكل عام. كل تتذكري الأخت الكريمة 2014-2015 الإيبولا، هذا وباء كان كارثي، وبالرغم من ذلك أفريقيا استطاعت أن تتغلب على هذا الوباء. كان كذلك الهرم السكاني المختلف، لأن هذا المرض لطيف مع الأطفال لكنه خشن جدا وصعب عند الناس الكبار. هناك كذلك الكثافة السكانية التي يمكن أن تكون لعب واحد الدور اساسي. مثلا في اوروبا الكثافه السكانيه اكبر، بالعكس افريقيا الكثافه السكانيه ضعيفه. التنقلات كذلك في اوروبا وفي الدول الكبرى، يعني الناس يتنقلون بشكل اكبر من افريقيا. كذلك هناك فرضيه اخرى نتقاسمها معكم، وهي انه استعمال اصلا لماده الكلوروكين في افريقيا لأنها تستعمل في علاج الملاريا، وباعتبار أن هذه المادة لها
أثر يعني علاجي ووقائي على هذا الفيروس ربما قد يكون لها دور في أن حدة الفيروس تنخفض. وهناك فرضيات عديدة. طيب ماذا عن فرضية ارتفاع درجة الحرارة دكتور؟ علما أنها ربما فرضية قد لا تستقيم مع ارتفاع عدد الحالات حالة الإصابة المسجلة في أقطار الخليج مثلا. هذا كذلك ينفي مثل هذه الفرضية، لكن هناك الكثير من الخبراء يتحدثون على أنه ربما درجة الحرارة لها دور على كل حال، لكن ينفيها بشكل جزئي أو كلي ما تفضلتي به. لكن اللي هو أكيد بأن المغرب أخذ على محمل الجد هذا المرض منذ البداية، لم يتهاون في التعامل معه. ونعطيك كمثال أنه المراقبة الصحية عبر الحدود في المغرب وضعت وأجريت ونفذت قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية عن حالة الطوارئ الصحية العالمية. إذا المغرب منذ البداية أخذ الأمور عكس بعض الدول التي ربما سهلت المرض أو اعتقرت إلى أن حدث للأسف الشديد ما لاحظناه. هناك استعداد كان مسبق، الكل كان عارف دوره والكل الآن يؤدي دوره، كل حسب موقعه وكل حسب اختصاصه في تكامل وتعاون وتكاتف. طيب دكتور، يعني أكثر من مرة أكدت في هذه المداخلة بأنه لا يجب أن يصيبنا الغرور، وكاين واحد الحالة ديال الانتشاء بما تحقق من مكتسبات، لكننا مقبلون بعد ربما 10 أيام من اليوم على رفع الحجر. ما هي موجبات رفع الحجر الصحي في بلادنا؟ وهل المغرب مهدد بموجة وباء ثانية؟ نبدأ بالسؤال الثاني. بالنسبة للفيروس الجديد لا نعرف كيف، أو موجة وباء ثانية. موجة وباء ثانية يعني الفيروس الجديد ما كنعرفوش كيفاش كيتصرف. هذا الفيروس ما لا نعرفه عنه أكثر بكثير مما هو معروف عنه. هذا الفيروس كيف سيتطور في المستقبل؟ واش غادي يكون فيروس اللي هو موسمي؟ واش غادي يكون فيروس اللي هو متوطن؟ يعني بحال اللي وقع الميرس كوف اللي هو من نفس العائلة في الشرق الأوسط اللي هو الآن متوطن بحال السل عندنا، أو أنه سيكون فيروس متجدد بحال السارس اللي كان في 2002 و2003 اللي ممكن أن يعود في بحال الكوليرا بحال الإيبولا بحال الطاعون، يعني أمراض اللي هي مرة يعني البشرية تعرف مثل هذه أنواع. هذا أمر لا يستطيع أن يجيب عنه أحد، خاصة أن السارس الأول استمر مع الإنسانية تقريبا 2 بالتحديد 18 شهرا، لكن في نهاية الأمر كانوا حالة قليلة ضعيفة. إذن واش المغرب مهدد بموجة ثانية أو غير مهدد؟ هذا أمر لا يمكن أن يعرفه أحد، لكن ما هو مؤكد بأنه أي تراخي وأي عدم التزامنا بقواعد النظافة السليمة بالكمامات بتدابير حجر ذاتي سيؤدي إلى ارتفاع الحالات بعد رفع الحجر الصحي. هذه مسائل خصنا نبقاو ملتزمين بها دائما. دكتور، ما هي أهم الأفكار التي يجب أن نضعها نصب العين؟ لأن اليوم ربما التحدي أو الجولة الثانية في الحرب ضد الكورونا هي إنجاح رفع الحجر الصحي، غير يعني مازال ما عارفينش واش تقدر تكون موجة ثانية، ولكن خطر الانتكاسة وارد كما جاء على لسانكم. طبعا خطر الانتكاسة وارد ما دام أننا هذا الفيروس باقي ما عارفينش كيف سيتصرف، وما دام انه عدد الحالات التي توجد في المغرب لا يمكن ان تؤدي الى مناعه. المغرب الان غير ممنع، ما عندناش ذيك المناعه الجماعيه. اذا خطر حدوث، خاصه اذا لم يكن، اذا ثبت بانه ماشي مرض موسمي ابريوري، ربما يعني غالب الظن سيكون مرض موسميا ربما، لكن لا نستطيع أن نحكم بشكل أكيد. لكن التحديات الكبرى الآن هي ما بعد الحجر الصحي.
اولا بعد هذه الفتره اللي كتفصلنا على الحجر الصحي، حنا ولله الحمد عندنا هذا التحسن المهم والاساسي في هذه الحاله الوبائيه اللي خصنا نعتبروه مثل شي طفل صغير اللي خصنا نحافظوا عليه، خصنا نحافظوا عليه ونركزوا كثيرا في هذه المرحله وما نغطروش وما نخرجوش نقولوا صافي راه سي بون يا غيار المرض بسيط. هذا هو داك الشيء اللي كيعجبو الفيروس مثل هذه التصرفات. من بعد رفع الحجر الصحي سنعرفوا بانه غادي نبقاو دائما ملتزمين بتدابير التباعد الاجتماعي، خصنا دائما ملتزمين بحمل الكمامات، نخليو ديك مسافه الامان، نتفاداو التجمعات، نتفاداو الحفلات، نتفاداو اللقاءات يعني في اماكن مغلقه، نحاولوا ما امكن نحترموا قواعد النظافه العامه المتعلقه بغسل اليدين اللي هي شوف راه دائما نركز عنها. هذه القواعد البسيطه راه هي بسيطه وغير مكلفه وجد فعاله وثبتت فعاليتها. اذا ما بعد الحجر الصحي العام يجب كل مواطن ان يمارس على نفسه حجر ذاتي، لانه بعد مباشره رفع الحجر الصحي حالة ترتفع، لانه ديك الساعه الناس غادي يكونوا اون ليفل سيركيلاسيون، الحالات غادي ترتفع، لكن هناك واحد المقدار معين مسموح به انه الحالات يرتفعوا، ما كاين مشكل، مقدار اللي هو مسموح به مباشره ان ذاك المقدار او ذاك لو سوي تجاوزوه يتم ندوزوه اراه من مبادئ المتفق عليها دوليا وعالميا في هذه المساله هذه هي لا ريفيرسيبيليتي، يعني انه ممكن تتراجع عن بعض الامور اللي سمعتي بها. وهذا الشيء وقع في كوريا الجنوبيه مثلا لما عدد الحالات بدا كيرتفع وبدا كيدوز واحد المقدار معين عاودوا سدوا المقاهي بالليل، العلب الليليه الى غير ذلك. اذا كاين اولا هاد المسائل الذاتيه باش كل مواطن يلتزم بها في المصانع وفي الشركات وفي المعامل، هناك التدابير اللي خص يكونوا واضحين، يكونوا يعني موجودين ويكونوا ملتزمين بهم، وكاين دي جيدلاين على كل حال موجودين في النورم القواعد داخل هذه المؤسسة. واضح دكتور، شكرا جزيلا لك الدكتور معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا على كل هذه المعطيات، شكرا طبعا على هذه الأخبار المبشرة وكذلك على هذه النصائح القيمة والمقاربة العقلانية في تدبير الأمور، شكرا جزيلا لك. من جانب آخر مشاهدينا، أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها أطلقت اليوم أو أطلقت ابتداء من اليوم الاثنين تطبيقا هاتفيا للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا بالمغرب يحمل اسم وقايتنا. بلغنا للوزارة أوضح أن تثبيت هذا التطبيق سيكون متاحا على متجري جوجل بلاي وأب ستور للتطبيقات الهاتفية وعلى الموقع الإلكتروني. وأشار البلاغ إلى أن التطبيق الذي يعتمد على استخدام تقنية البلوتوث ويستعمل على أساس طوعي محض سيقوم بإشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد 19 في غضون 21 يوما تلت هذه المخالطة، حيث ستقوم فرق وزارة الصحة بتقييم خطر التعرض للإصابة ومن ثم التواصل مع الأشخاص المخالطين إذا دعت الضرورة لذلك. ويأتي وقايتنا بهدف تعزيز جهود السلطات العمومية في ظل غياب لقاح أو دواء مضاد للفيروس، كما توضح مديرة التواصل بوزارة الصحة جميلة جبيلي. تحميل أو لانستالاسيون ديال هذا التطبيق وتنشغلوا تقنية البلوتوث، تنشغلوا أنا وتشغلوا الغير، فهنا إلى تم بعد 21 يوم وتأكدت الإصابة ديال المستعمل ديالو بإصابته بفيروس بعدوى فيروس كورونا المستجد، فهنا المستعمل الآخر
حتى توصلوا واحد الإشعار بأنه كان في هذا 21 يوم الأخيرة عن قرب باقتراب مع هذا الشخص اللي تأكدت الإصابة دياله، وبالتالي هذا الإشعار تيفسر له كيفاش شنو هما الاحتياطات والإرشادات اللي خاص يعمل بها للتكفل بالحالة دياله. من جانب آخر، تنص مدونة الشغل المغربية على عدد من إجراءات الصحة والسلامة داخل المقاولات التي يشتغل فيها 50 مستخدما على الأقل، وتجد هذه المقاولات نفسها ملزمة بتطبيق مقتضيات ما يعرف بطب الشغل، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. متابعة لهذا الموضوع تنضم إلينا السيدة نعيمة تشيش، رئيسة قسم الصحة والسلامة في العمل بوزارة الشغل والإدماج المهني. مساء الخير سيدتي. مساء الخير سيدتي. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. حدثينا بداية عن الخطوط العريضة لخطة وزارتكم وزارة الشغل، الخطة الاستباقية من أجل رفع الحجر الصحي. شكرا اولا على الاستضافه. كيفما تفضلتوا وذكرتوا بانه وزاره الشغل والادماج المهني بتعاون مع وزاره التجاره والصناعه والاقتصاد الرقمي قاموا باعداد بروتوكول استعدادا لاستئناف الانشطه ديال باقي الوحدات الانتاجيه. هذا البروتوكول كيتضمن مجموعه من التوجيهات والارشادات المتعلقه بالتدابير الاحترازيه اللي اتخذتها السلطات العموميه، واللي كيتوجب على المشغلين والأجراء التقيد بها في أماكن العمل، وذلك انسجاما مع المسؤولية ديال المشغل اللي أقرتها مدونة الشغل، حيث أنه مشغل ملزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة وصحة الأجراء اللي كيعملوا تحت الإمارة ديالو، كيفما أنه الأجراء ملزمين بالتقيد بجميع التعليمات اللي كيصدرها المشغل ديالو وباستعمال وسائل الوقاية اللي كتكون في الحوزة ديالو. طيب سيدة تشيش، هذه وضعية غير مسبوقة واستثنائية وتفاصيلها يعني الجانب الطبي حتى الجانب الطبي غير واضح فيها، شنو هي الخطوط العريضة اللي تقوم عليها استراتيجية الوزارة من أجل طبعا مواكبة الجهود المبذولة لمنع تفشي الفيروس خاصة في مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي؟ حقا هذه التدابير الوقائية كتضم مجموعة من المجالات، كاين مجال تخطيط وتنظيم العمل، مجال ديال شروط الولوج الى اماكن العمل بحيث انه الناس اللي عندهم اعراض ديال المرض غادي ما يمكن لهمش يولجوا اماكن العمل، حيت غادي يتم قياس الحراره قبل الولوج الى العمل، وهذا تفادي باش يكون انتشار العدوى من الناس اللي مرض بهذا المرض. كما انه كاين اجراءات النظافه وتنظيم خدمات خاصه بالمقاصد الداخليه ونقل الاجارة اذا كانت الشركة كتحمل هذه الخدمات، وكاين إجراء وكاين واحد المجال بالتكفل بالأشخاص في حالة الشك بالإصابة ديالهم بهذه العدوى. من بين هذه الإجراءات اللي كيتوجب على المشغل يقوم بها هو أولا، وهذا إجراء مهم، هو وضع واحد مخطط ديال الوقاية اللي من انتشار الفيروس داخل أماكن العمل. هذا المخطط يجب أن ينجز بناء على واحد قيم اللي غادي يقوم به بتعاون مع بشراكه مع الممثلين ديال الاجراء الهيئات التمثيليه ديال الاجراء وطبيب الشغل، وبالتالي هاد المخطط هذا غادي يتم سرد جميع الاجراءات الاحترازيه اللي خصو ياخذها داخل اماكن العمل، لانه البروتوكول كيعطي التدابير العرضانيه ولكن كتبقى التدابير تتكيف على حسب بيئة العمل وعلى حسب النشاط اللي كتقوم به المقاولة. سيدة تشيش، أريد أن أواصل يعني من هذه الفكرة. هذا ما خط على الورق، يعني قربتينا من الخطوط العريضة طبعا اللي ما خط على الورق. هل ظروف وإمكانيات التنزيل هي متاحة؟ أو بعبارة أخرى، واش تفاصيل هذه الخطة واقعية وتنسحب على جميع الجهات المشغلة، يعني من حيث وجود طبيب الشغل، الناس اللي غتكلف بهذه الأمور كلها، الكلفة ديالها، أيضا مسألة التفتيش، يعني كل هذه المعطيات المسعفة في تنزيل ما خطة على الورق.
غير خصنا نفهموا واحد القضيه، حنا في حاله استثنائيه وبالتالي استئناف العمل هو مشروط التقيد بهذه البنظامي الاحترازيه، لانه سبق لنا وتخطينا بسلام وبنجاح في المرحله الاولى من هذا الوباء، وبالتالي ما يمكنش نسمحوا باش تكون موجه ثانيه كيف ما سبقتوا وذكرتوا قبل. وبالتالي استئناف العمل هو مشروط، يعني باستطاعه المشغل انه يقوم بتنفيذ جميع الاجراءات الوارده في هذا البروتوكول. واش هي مسؤوليه وزارتكم يعني التفتيش في هذه المساله؟ لان طب الشغل الى اي حد هو متوفر في جميع المقاولات، والى اي حد هو ممكن من تتبع الالتزام بهذه التدابير؟ طبعا من ناحيه ديال المراقبه كيف ما قلت، هذا المخطط غادي يكون موضوع مراقبه من عند اعوان تفتيش الشغل من عند السلطات اللي مكلفه به، اللي كتضم في العضويه ديالها وزارة أخرى كالصحة والتجارة والصناعة والداخلية، وكاين هنا الدور ديال بحال اللي ذكرتو ديال طبيب الشغل اللي دور مهم، وبالتالي لازم أنه يقوم بالدور ديالو في هذا المجال. اللي بغيت نقول أنه الوزارة كتعمل جاهدة باش جميع مقتضيات اللي جات بها مدونة الشغل والتطبيق ديالها غادي يكون صارم في هذه المرحله هذه ديال 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 الوباء. اذا كيف ما تفضلتي وقلتي بانه باش يكون طبيب الشغل كاين مقتضيات اللي سنتها مدونه الشغل، انه كيف ما كتعرفوا المقاولات اللي عندها اكثر من 50 اجير او المقاولات اللي كتعمل اللي فيها اشغال ربما انها تقدر تعرض الأجراء المرض مهني، وبالتالي في هذه الحالات هذه كيف ما كان عدد الأجراء لازم أنه يكون عندنا طبيب الشغل، وهذه مصلحة طبية مستقلة للشغل. كيف ما أنه يمكن أنه المقاولات تحدد مصالح مشتركة بين المقاولات إذا كان العدد ديال الأجراء كيقل من 50 طيب على ذكر المرض المهني سيدة تشيش، هل يمكن إدراج الإصابة بكورونا فيروس ضمن الأمراض المهنية؟ هذا السؤال اللي في الحقيقة طرح ماشي غير في المغرب، طرح حتى على الصعيد الدولي، ولكن هنا قبل ما نجاوب كنبغي نبين بانه اولا شنو هو المرض المهني. فالمرض المهني كيتميز على المرض العادي كونه كيتعرض كونه كينتج على نشاط اللي يقدر يعرض الاجير للمواد الضاره، اما تكون كيماويه اما بيولوجيه، او انه يكون يتعرض للعناصر فيزيائيه، وبالتالي كنقدروا نقولوا انه المرض يكون نتيجه تعرض دائم والمتكرر لسبب الضرر. وبالتالي في الحاله ديال 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 وباء الوباء اللي هو وباء عالمي ومستجد كيف ما تشرفتوا وقلتوا، كيصعب اطفاء طابع المرض المهني عليه نظرا لصعوبه الاثبات، يعني العلاقه السببيه وبالتالي باش نقولوا بانه مرض مهني خصو يكون وقع في مكان العمل ويكون وقع بسبب العمل وفي زمن معين. وهنا الاصابه كنصعبوا كيكون صعيب علينا اننا نثبتوا، بحيث انه يقدر يكون صاب الاجير من احد الاصدقاء ديالو خارج مكان العمل. هذا ما كيعنيش بانه كاين واحد النقاش قانوني، وفي هذا المجال هذا قامت وزاره الشغل، كان عندها الاستباقيه قامت وزاره الشغل والادماج المهني بتنظيم واحد الندوه علميه اللي كان فيها ناس كيمثلوا القضاء، كيمثلوا رئاسة الحكومة، كيمثلوا وزارة الصحة، جميع المعنيين. كانت هذه الندوة في 20 ماي باش هذا، وخلصت هذه الندوة على أنه كيصعب باش نجزموا واش مرض مهني ولا لا، وغادي نخليو للقضاء، القضاء هو اللي غادي يعطي الكلمة ديالو حالة بحالة على حسب الحالات، لأنه كل حالة غتختلف على حالة أخرى، وبالتالي كيصعب اننا نقولوا انه مرض مهني ولا ماشي مرض مهني. واضح. هنا القضاء اللي غادي يهضر، وكيف ما انه شرفنا هنا حتى التجارب الدوليه، بعض الدول اللي ربما مختلف النظام ديالهم ديال الامراض المهنيه على النظام ديالنا، لان احنا عندنا نظام ديال الجداول المحدده ديال المرض المهني. كاين دول اخرى مثلا فرنسا ولا بلجيكا اللي ربما اعترفت به بالنسبه للمهنيين ديال الصحه، الا انه في المغرب
حنا كنعتمدوا لائحه مرض مهني اللي محدد بمقتضى قرار ديال وزير الشغل بعد راي وزاره الصحه ان 111 مرض مهني اللي مقرره، الا انه القضاء اجتهاد قضائي ربما انه يعطي رايه في هذا المجال لانه سبق له واعطى رايه في امراض اخرى وكيفها على انها مرض مهني، وبالتالي هنا كيبقى في انتظار الاجتهاد القضائي. سيدة تشيش، اعود الى خطتكم الاستباقيه يعني لفتره ما بعد رفع الحجر الصحي، الى اي حد هناك رهان على المشغل في ان يلتزم ومن مصلحته ان يلتزم يعني كمشغل وايضا كاجير، ولكن خاصه المشغل، وما الذي قد يترتب على خرقه لما جاء في هذه الخطة طبعا الاستباقية، ولا قدر الله يتفشى الوباء في إحدى البنيات الشغلية؟ أنا دائما كنبغي نأكد على هذه المسألة هذه، أنه الاستئناف ديال النشاط بهذه الظرفية هذه مرتبط بالتقييد بهذه الأمور الاحترازية. كيظهر لي هنا تبيئة الجميع وتضافر الجهود الجميع، وبالتالي من المصلحه ديال المشغل ومصلحه ديال الاجير، لانه الجميع هي حاله استثنائيه كيف ما قلت، والجميع خصو يطبق هذوك الامور الاحترازيه. وزاره الشغل كتقوم بتوعيه وبتحسيس وبهذا المجال، قامت بوضع واحد المنصه هاتفيه اللي كتدلي من خلالها بالنصح، وقامت بتعبئة جميع مفتشين الشغل والأطباء المكلفين بتفتيش الشغل والمهندسين لأنه يعطيو التحسيس لجميع الأجراء وجميع المشغلين اللي اتصلوا بها من هاتفية 22-33. تنقوموا بزيارات ديال التحسيس والتوعية، ونقدر نقول لكم بأنه منذ أن بانت الحالات الأولى ديال المرض من 15 مارس إلى 15 أبريل، قاموا عوان تفتيش الشغل ما يفوق من 7000 زياره ديال التفتيش. الى حد الان من 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 15 مارس لدابا فاتت تعدات زيارات 15000 زياره. وفي هذه الزيارات كيكون الوقوف على جميع التدابير الاحترازيه، وكتكون مناسبه باش كنحسوا وكنعطيو النصح للمشغلين. طيب الأجراء سيدة تشيش، كملي الفكرة ديالك. نعم. بغيت نطرح عليك سؤال. تفضلي. بغيت نقول بأنه المراقبة صارمة، لأنه تقدر تؤدي في بعض الأحيان إلى إغلاق إغلاق المؤسسة، وتم إغلاق مؤسسة في بعض المؤسسات في بعض المدن نظرا لعدم احترامهم للامور للتدابير الاحترازيه اللي جات بها اللي وصلت بها السلطات الحكوميه في هذا المجال. طيب الاجراء واش ممكن انهم يعني يخبروكم، ما بغيناش نقولوا يبلغوا، ولكن واش ممكن يتواصلوا مع الوزاره ويبلغوا او يخبروها بان كاين هناك تقصير في اجراءات السلامه وفي الالتزام بهذه الخطه الاستباقيه، يعني من حيث طبعا تدابير الوقايه ومجمل التدابير اللي ضروريه واللي طبعا لا محيده عنها من اجل استئناف ومواصله العمل. طبعا فالهدف الاول من هذاك المنصه الهاتفيه اللي ذكرت 22-33 هي موضوع رهن اشاره الاجراء والمشغلين والنقابات وجميع الاشخاص اللي عندهم علاقه بالشغل، وكيمكن يتصلوا بالمنصه ويخبروها ولازم كيقوم به. كيف ما انه ما نساوش بانه داخل المؤسسه كاين هيئات مثلا مندوبي الاجراء اللي ممكن انهم يقوموا بتقديم شكايات ديال الاجراء. نعم. المشغل، ولا ما لقاش الحل انهم يتصلوا بمفتي الشغل، مفتي الشغل يقوم باللازم في هذا المجال. شكرا لك سيده نعيمه تشيش. ادركنا الوقت، جمله لو سمحتي. جمله اللي بغيت نقول انه وزاره الشغل بجميع الاطقم ديالها معباءه في هذا المجال، وباغيين باننا نتحداو هذه المرحله هذه بنجاح، وانا عندي اليقين اننا غادي نتحداوها بنجاح بإذن الله وتعبئة الجميع. شكرا لك سيدة نعيمة تشيش، رئيسة قسم الصحة والسلامة في العمل بوزارة الشغل والإدماج المهني.
بلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد مشاهدين بالقارة الإفريقية ما لا يقل عن 4356 حالة وفاة، وذلك منذ ظهور الوباء في شهر دجنبر الماضي، مع تسجيل ما يقارب 154 ألف حالة إصابة مؤكدة. وفي جنوب إفريقيا ارتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض إلى أزيد من 34 ألفا، مما جعلها الدولة الأكثر تأثرا بالجائحة في القارة السمراء. ومن بين دول القارة الأكثر تأثرا أيضا بكوفيد 19 بعد جنوب إفريقيا مصر، نيجيريا والجزائر، كما تأثرت دول إفريقية أخرى بجائحة فيروس كورونا مثل كوت ديفوار والكاميرون والنيجر وبوركينا فاسو وغانا وغينيا. ينضم إلينا من غينيا كوناكري السيد قطب سانو، الوزير المكلف بالشؤون الدبلوماسية والمستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية غينيا كوناكري. مساء الخير سيدي. مساء الخير سيد الوزير، ما حقيقة الوضع الوبائي في غينيا كوناكري وكيف تم التعاطي مع هذه الجائحة، جائحة كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. بالبداية أشكركم على دعوتكم إياي للمشاركة في هذا اللقاء. طبعا كما لا يخفى عليكم أن غينيا سجلت أول حالة لكوفيد 19 في يوم 12 شهر مارس 2020. تقريبا مضى على تسجيلنا لأول حالة يعني حوالي شهرين تقريبا وأسبوعين كاملين آخرين، واليوم حقيقة يصل عدد المصابين حوالي 3200 وعدد قليل، ولكن بالمقابل هناك ما يزيد على 2200 من تمثل بالشفاء، ولم نسجل بالنسبة بفضل عز وجل حالات الوفاة لا تتجاوز حوالي 22 حالة فقط في غاية أمس بحسب المعهد عندنا هنا. الوكالة التي هي مكلفة لمتابعتها يسمونها الوكالة الوطنية للأمن الصحي بالنسبة للجمهورية، وتعاطينا مع الوباء كتعاطي كل الدول، هنالك جملة من الاحترازات وجملة من القرارات الحكومية والرئاسية التي تم أخذها على مراحل متفاوتة مختلفة، والقصد من كل تلك القرارات هي أن نتوصل إلى أولا توعية كاملة وكافية بالنسبة للشعب لكي يدركوا أن هذا الوباء وهذه الجائحة من أشرس الجوائح ومن أشد الأوبئة التي تمر بها الإنسانية منذ أشهر ستة هكذا. وبعد التوعية بها أن بعض الاحترازات بعض القرارات التي يقصد منها كذلك ضبط حركة الناس والحيلولة دون سيد سانو، هذا هو سؤالي الموالي. إلى أي حد تجاوب الغينيون مع هذه الإجراءات؟ إلى أي حد التزموا بتدابير التباعد الاجتماعي؟ لأنه طبعا من الصعب جدا، وفي كل بلدان العالم ومجتمعاتنا الإفريقية مجتمعات يعني فيها من القرب الاجتماعي، ومن طبعا صعب جدا فرض مسألة التباعد. نعم، التباعد الاجتماعي يمثل القرار أو ربما الزاوية التي تشكل إشكالية كبيرة، ولكن بجانب التباعد الاجتماعي هو ضرورة لبس الكمامات، وهذا أعتقد يعني تلقاه الشعب الغيني بشيء من الترحاب وبالتزام. أنا أستطيع أن أقول أن ما لا يقل عن 80 إلى 85% من المواطنين يلتزمون بهذه لبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي في أحسن الحالات أنه خاصة في المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات يتم الالتزام
به بشكل تام جدا. أما على مستوى التواصل بين الشعوب فالمسألة ترجع في معظم الأحوال إلى الوعي الذي يكون عند أولئك الذين يتعاملون مع بعضهم البعض. فبقدر ما يكون الوعي مرتفعا أو يعني مستقر عند الشخص يدرك أهمية الالتزام بهذا الشيء بهذا القرار الذي يقصد منه تجنبه وتجنب الآخرين من الإصابة بهذه الجائحة بهذا الوباء. سيد الوزير، ولكن هناك التزام تام جدا بالنسبة للبس الكمامات، وهناك التزام كذلك جدا جدا بغسل الأيدي بالصابون، وهنالك كذلك التزام بما يعرف بحظر التجوال الذي إذا دخل في حيز التنفيذ يتم الالتزام به بشكل كامل. طيب من غينيا كوناكري ننتقل بكم إلى ما يقع في بلدان إفريقيا الغربية عموما، هل من تنسيق بين هذه الأقطار من أجل تطويق تفشي الفيروس؟ نعم، هنالك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقدت عددا من الاجتماعات بين وزراء الصحة من أجل التنسيق ومن أجل محاولة تبادل الخبرات والتجارب. وكما لا يخفى عليكم أن هذه الجائحة لم تتح الفرص فرصة كافية للشعوب لكي تلتقي ولكي تتبادل بعض هذه الفئة، رغم أن الحاجة كانت تمس إلى ضرورة التنسيق وإلى ضرورة التعاون والتواصل مع الدول. على مستوى هذه المجموعة الاقتصادية لدول إفريقية التي تعرف بسيدياو لا تزال هذه الإجراءات ماضية، والناس يلتزمون ويتواصلون ويتبادلون الخبرات والتجارب من أجل التنسيق، ولكن يبقى العمل ويبقى التركيز على الاحتياطات وعلى التدابير المحلية التي تم أخذها والتي نسعى من خلالها أن يكون هنالك قبول شعبي والتزام شعبي بهذه التدابير. لأنها إذا صار هنالك وعي وصار هنالك التزام على مستوى الدول عندئذ يكون هذا مدعاة إلى أن يكون التعاون مع بقية الدول أمرا ميسورا وأمرا سهلا جدا، أكثر مما لو ترك طبعاً. كل الناس أو أتوا الناس دون أن يكون هنالك التزام داخلي التزام مبدئي بكل هذه التدابير. سيد الوزير يدركنا الوقت وأريد منكم جوابا مقتضبا لسؤالي الأخير، كيف تنظرون إلى التجربة المغربية في مجال الحد من تفشي كورونا؟ أعتقد أنها من التجارب التي يمكن الاستفادة منها ويمكن أن تنقل لغيرها من الدول، وأنا أتابع أن كسب تلكم الإبداعات والابتكارات التي تقوم بها اللجان المختلفة من أجل المحافظة ومن أجل الالتزام بهذه التدابير. ولا شك أن هذه التجربة كغير من التجارب التي نعرفها والتي هي منتشرة في الدول في القارة يمكن أن تستفيد منها الدول ويمكن أن تتبادل مع بقية الدول لكي تعم الفائدة ولكي ينتقل الناس من هذه الجائحة وتنتهي وترتفع هذه الغمة بإذن الله. شكرا لك. طبعا المملكة المغربية تمد يدها لأشقائها في كل الأقطار الإفريقية من أجل مزيد من التعاون والتفاعل. شكرا لك سيد قطب صانو الوزير المكلف بالشؤون الدبلوماسية والمستشار الدبلوماسي لرئيس جمهورية غينيا كوناكري. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا إلى هنا تنتهي حلقة هذا المساء من برنامجكم اليومي كل شيء عن جائحة كورونا. نلتقي غدا في نفس التوقيت وعلى نفس القناة ميديا أن تي في. في رعاية الله.